مرحبا على النتيجه ديال المباراه اليوم. حاولنا ما يمكن انه ندخلوا المباراه باقل الخسائر. الواقع انه السعيديه فريق اعتقد انه فريق عادي جدا. النتيجه كتكرس هذا الشيء، ولكن حتى الفريق ديالي الحمد لله عنده امكانيات. الحمد لله نتيجه مهمه جدا، 6 ديال الاهداف. الجمهور استمتع، كينتظرنا عمل كبير. حاولوا ان شاء الله نجتهدوا اكثر والقادم افضل. نوعدوا الجماهير ان شاء الله باش نديروا مجهود اكثر باش نوصلوا للهدف، الهدف المستطاب بحول الله. وشكرا للموقع ديالكم على الاستضافه، شكرا على المجهودات الجباره. السلام عليكم.